بيت النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان كان عبارة عن غرفة صغيرة وفرش، مساحة الغرفة ما تتعدى 3 متر × 3 متر، والحوش الخارجي الحجرة كانت مساحتها تقريبا 3×5، كان نصفها مسقوف. أسفل هذا السقف كان فيه فرش ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيت النبي له بابين، يعني باب يخرج النبي من هنا للمسجد، يعني هذا المكان المسجد الروضة، وباب شرقي من هنا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، تم دفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. بعد فترة من الزمان تم دفن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يصيروا بهذا الشكل. عندنا القبر الأول ولا تشبيه، النبي صلى الله عليه وسلم خلفه سيدنا أبو بكر الصديق، خلفهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني 3 بهذا الشكل بالنسبة الآن قبله بهذا الشكل. طبعا مرت الأيام، انتقلت الخلافة في المدينة لعهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، جات أمطار ويعني عواصف في المدينة يعني أدت إلى تآكل سقف المنزل، فانهدم السقف بالكامل على القبور الشريفة، ما كان في أحد يعيش في المنزل. سيدنا عمر بن عبد العزيز أزال الغرفة الخاصة بالسيدة عائشة، أعاد ترميم وبناء الحجر الشريفة اللي هو الحوش الخارجي، وبنى عليه جدار مربع الشكل بهذا الشكل. صار هذا الجدار الرباعي بهذا الشكل، أول جدار بناه سيدنا عمر بن عبد العزيز، وطبعاً عمل تقوية لسقف الحوش الحجرة الخارجية موضع القبور الشريفة. صار عندنا الآن الحجرة الشريفة موجودة بهذا الشكل. على مر الأيام مع التوسعة اضطر أنه يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو ضريح النبي صلى الله عليه وسلم جزء من المسجد، فكنوع من التوسعة للمسجد أزال سيدنا عمر بن عبد العزيز جميع الحجرات المجاورة، حجرات أمهات المؤمنين اللي كانت موجودة، وبنى جدار خماسي الشكل من الحجارة السوداء اللي هي هذه الصخور البركانية اللي موجودة في المدينة عندنا بكثرة. طبعا نسبة للحرات اللي كانت موجودة في المدينة، فتمتاز المدينة بالصخور البركانية اللي هي صخور البازلت، فاستخدمها سيدنا عمر بن عبد العزيز في البناء، وبنى هذا الجدار اللي هو يعرف بالجدار الخماسي. ويمتاز هذا الجدار انه يعني مصمت، الان هذا الجدار مصمت والجدار الداخلي مصمت، ما في اي منفذ للداخل، يعني ما يستطيع اي انسان ان يدخل يدخل القبور الشريفه بعد كده خلاص. يعني هذا الشكل اتقفلت بالكامل الان. طبعا ومن الاسفل من هنا في خندق من الرصاص. بعد فتره طبعا قاموا بعمل دعامات بهذا الشكل تدعمه بالكامل، اللي هي الان هذه الموجوده حاليا زي ما نشوف كلها تختار الشكل الخماسي، بحيث ان الناس كانت لما تيجي للمدينه للزياره والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما يخطر في بالهم انه كعبه، لانه الحجاره شبيهه للي مبنيه منها الكعبه، فما تبدا مساله الطواف في المدينه. فصار الشكل الخماسي صار الشكل الخماسي بهذا الشكل اللي هو موجود حاليا. كانت الناس لما تيجي تسلم اول هذه هي الزياره كانت بهذا الشكل. هنا الصفه، هنا اهل الصفه، القبله بهذا الاتجاه، الروضه عندنا في هذا المكان بهذا الشكل الان المجسم الموجود في الداخل. عشان كذا كسر عمر بن عبد العزيز الزاويه عشان ما يكون حتى الصلاه بالنسبه للي يصلي في الخلف هو فعليا ما بيصلي للقبور، لان شكل الزاويه تكسر الصلاه. فهذا جواب لاي شخص يظن انه وجود الحجره الشريفه داخل المسجد. طبعا المتاخرين من الناس يعني هدانا وهداهم الله بيظن انها بدعه او شرك وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما هي لا بدعه ولا شرك. لان جزاك الله خير هم ما هم احرص من سيدنا عمر بن عبد العزيز على العقيده، هذا اولا. ثانيا هندسيا هو موقف الطريقه انه ما حد بيتوجه للقبر الشريفه في الصلاه. ايوه طبعا بعد كده مرت الايام والعصور، ننتقل الى عهد المماليك تقريبا ما بين 600 الى عام 700 هجري. السلطان الظاهر بيبرس طبعا اتى بنى قبه صغيره من الخشب وضعها على الجدار الداخلي. الفكره منها انها كانت تساعد يعني في تصريف مياه الامطار، بحيث انه المياه ما تتجمع على سقف الحجره الشريفه ويضعف السقف وينهار بالكامل، فالقبه كانت تساعد في تصريف مياه الامطار. استمرت هذا بعد تقريبا 10 سنوات الى عهد السلطان محمد بن قلاوون، بني جدار ثالث من الخشب.
محمد بن قلاوون. محمد بن قلاوون الصالحي بنى جدار ثالث من الخشب، هذا هو اللي هو الجدار الثالث. حتى عهد تقريبا بعد 200 سنة جاء رعد وبرد شديد في المدينة، فاحترق 75% من المقصورة الشريفة إلى بالكامل. حتى القبة الصغيرة كانت من الخشب، غابت على القبور الشريفة. السلطان الأشرف قيتباي غير الجدار الثالث، يعني بدأ في تغيير الجدار الثالث اللي موجود حاليا، حتى آخر ترميم اللي هو في ظل الدولة السعودية صار هذا الجدار المذهب الحالي اللي بيشوفوه الزوار في الزيارة لما يروحوا الحرم، لما نزور النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن دخولنا يكون من باب السلام وصولا لهذا الموضع، من هنا بيكون سلاما على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي بيشوف من الداخل بيشوف الستارة الداخلية، كثير من الناس يكون يظن انه هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بالعين ولا بالجسد نقدر نوصل للقبر الشريف، لانه في ثلاثة حواجز تفصل بينه وبين الحاجز الاول والحاجز الخماسي والجدار الرباعي، الجدار الداخلي للحجرة الشريفة، هذه كلها تفصل بينه وما بين القبور الشريفة. طبعا اللي يكون من جهة الروضة يكون من جهة رأس النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يكون من جهة المواجهة يكون مواجه وجه النبي الشريف وصدره الشريفة، ومن هذه الجهة اللي هي يكون من جهة الأقدام الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بنيت القبة الخضراء بالكامل على الجدار الثالث اللي موجود حاليا، فلما نروح الحرم نشوف القبة الخضراء، هذا اللي موجود أسفل منه، في قبة تانية صغيرة تغطيها القبة الخضراء بالكامل، هذه ما نشوفها بالعين المجردة. حتى لما تسمع أنه مثلا في ناس ربي أكرمهم أو وفقهم لدخول الحجرة الشريفة بيكونوا ما دون الجدار الثاني من الداخل من هنا، ما في باب، ما في باب أصلا، عشان تدخل لابد تكسر. إيه شوف كيف هي سبحان الله مبنية بطريقة، يعني النبي أكرم من أن الله عز وجل يضع شأنه عند فلان، يعني لك مفاتيح الباب الخارجي، لكن دين النبي صلى الله عليه وسلم لا إنس ولا جان يوصل. طيب والرصاص اللي مضروب تحت هذا من الأسفل، هذا في عهد مين؟ هذا نور الدين زنكي. أيوه نور الدين زنكي اللي نزلوا لتحت الرصاص. هذا من فين يكون؟ هذا يكون من الأسفل، من تحت أيوة من فين؟ تحت الأرض، من الجدار، من الصور هذا ولا هذا؟ من تحت، لا موازي من الجدار الخماسي من الخارج، لأنه هم ما كانوا يقدروا يدخلوا جوا. حتى من عهد نور الدين زنكي ما في باب، يعني ما في أحد دخل على الرحمن سلم من بعد يعني هذا دخلوا. يقال إنه مرة طاحت حمامة يعني ما بين الجدار الخماسي والجدار الثاني في الأسفل هنا، فيقال إنهم أدخلوا صبي من صبيان المدينة كما ورد يعني في وفاء الوفاء. وفي قصة إنه لما صار الحريق يعني حتى القبة الداخلية هذه تضررت بالكامل، أوكي اللي موجودة هذه في الداخل تضررت بالكامل، فاضطروا إنهم يدخلوا شخص على أساس إنه يقوم بتنظيف المقفل. لا يقال إنه من الأعلى، حتى ورد إنه هو تأدبا لما دخل ربطوه مع رجوله ودخل براسه، صاروا ينزلوه مع راسه ويرفعوه ثاني مرة عشان ما ينزل برجله باتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إنه هذا آخر شخص دخل، يعني هذا ممكن فيها من 500 إلى 600 سنة من الآن. أيوة حتى يومنا الحالي فعليا ما حد يقدر يدعي انه هو كان بجوار قبر يعني الناس. ما يقولوا والله نظف الحجره النبويه كله، هو هنا 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 هو التنظيف للخارج. يا سيدي احنا نتنظف جوه، ايش نروح ننظف جوه؟ غض من الظاره. هذا دخل ما قصر دخل، يعني ما حد وصل للقبر يا اخي. يقول لك المعلومه ما حد